بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله وبركاته. اعتبره الإمام علي عليه السلام أنه أعدى عدو للمرء، وأن أوله جنون وآخره ندم، وأن أقوى الناس من قوي على غضبه بحلمه، ومن غلبه فقد ظفر بالشيطان. فكيف السبيل لمجابهته؟ وأين يكمن فينا؟ إنه الغضب، نتحدث عنه في القرآن الكريم مع حملة القرآن. أهلا بكم. يا شهر النور، أيامك نور، ترسم نورا فوق سمانا، عفو وسرور، وضياؤك سور، يحمي ويرد الشيطان. رئيس جمعية البر والتقوى مدرسة القرآن الكريم فضيلة الشيخ عزت حيدر، أهلا بكم. أهلا بكم. نبدأ معكم مع اهتمامكم بالقرآن الكريم شخصيا قبل أن نتحدث عن الجمعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أشكر لكم هذا التشريف، انطلاقا من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأيضا من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أول ما كان له تأثير في شخصيتي أو في نفسي بالعلاقة مع القرآن الكريم درس أخذته في صفي يمكن الثالث أو الرابع ابتدائي في مدرسة أردبة لأستاذ عزيز كريم رحمة الله تعالى عليه، الشيخ محمود مغنية، الشيخ محمود مهدي. السيد موسى كان بتلك الأيام يرسل إلى المدارس معلمين للقرآن الكريم، وكان هو من بلدة أردبة، وكان من نصيب البلدة أن يعلم في البلدة. وأذكر علمنا بتلك الأيام تفسير سورة القيامة، ومن تلك الأيام رجعت إلى البيت وأنا أردد معه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وبدأت أردد أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وبدأت الأفكار تتوارد على ذهني أنه الآن أنا نائم، يمكن بأي لحظة من اللحظات أن تخرج هذه النفس من عند التراقي. وبدأت المسيرة مع القرآن الكريم على ما أعتقد من تلك الأيام. ذهبت إلى الحوزة، وفي الحوزة الملفت أيضا أن بدأت في الحوزة في مدرسة الإمام القائم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في بعلبك. الملفت أنه كان رحمة الله تعالى عليه سيد شهداء المقاومة الإسلامية، بدأ بتعليمنا التفسير الموضوعي للقرآن الكريم انطلق من المجتمع في المنظور القرآني أو في الرؤية القرآنية. ما هي الإضافة التي قدمتها جمعية البر والتقوى في مجال القرآن الكريم عن سواها من الجمعيات القرآنية الموجودة؟ هل أنا لو أريد أن أجري مقارنة، عندما بدأنا بإعداد مدرس القرآن الكريم، أولا كان الانطلاق من خلال المدرسة الفكرية لأهل البيت، باعتبار أهل البيت هم المرجعية الفكرية في جميع المجالات الفكرية، لسيما القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم. وأضفنا إليها شيء هو إعداد قراء العزاء الحسيني
بحيث أن يكون قارئ القرآن هو قارئ عزاء وبنفس الوقت قارئ العزاء وقارئ القرآن يستخدم مضامين قرآنية وأن يغني عند ذلك. يعني جمعته بين كتاب الله والعترة. والعترة هذا كان التميز الأول. بالمدارس كان في تعليم قرآن الكريم بس على مستوى الأرض ما كان فيه، على مستوى الناس ما كان فيه. فأقمنا برنامج وسميناه رياحين القرآن الكريم، هو تعليم الأطفال من 4 سنوات إلى 15-16 سنة. كل شهر نقيم ما يقارب مرات 8 منتديات، منتدى فكري ثقافي قرآني متكامل بالبيوت. بالبيوت والحضور كان يكون حضور كبير جدا. ما أوقف هذا المشروع هو كورونا فقط. نبقى الآن فضيلة الشيخ مع أسئلة حول موضوعنا الأخلاقي الذي طرحناه في بداية الحلقة وهو الغضب. أسئلة موجهة لحضرتكم. يقولوا الغضب يخلق مع الإنسان بالفطرة، كيف فينا نحن نتحكم بغضبنا؟ إذا كنت يعني غضبان من حدا وكتمته بنفسي، إذا فيها أجر عند ربنا ولا لا؟ طبيعي الغضب هو علاقة فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأوجده الله سبحانه وتعالى في الإنسان لأنه هو قوة، هو قوة دافعة. وهذه القوة الدافعة يمكن للإنسان أن يستخدمها في سبيل الخير ويمكن أن يستخدمها في سبيل الشر. لذلك في القرآن الكريم عندما ورد الغضب ورد الغضب في موارد متعددة، سواء بشكل مباشر بكلمة غضبة أو غضب وما إلى ذلك، أو بشكل غير مباشر، ورد أيضا على معاني عدة، منها غضب مذموم، منها غضب ممدوح. يعني مثلا غضب الله سبحانه وتعالى، مثلا باءوا بغضب، أو غضب الله عليهم، أو مغضوب عليهم. غضب الخالق بمعنى انتقام الخالق من الفساد الذي أوجده المخلوق، يعني العقاب على الفساد. لذلك هو بصير حكمة، هون بصير حكمة وبصير عدل. يعني عندما يغضب الله سبحانه وتعالى على الظالم لأجل المظلوم صار عدل. غضب البشر الغضب البشر كمان نوعين. نعم نوعين، هو فترة أوجدها الله سبحانه وتعالى بالإنسان، يعني قوة دافعة عند الإنسان، فينا نقول هيك. هيدي القوة الدافعة عند الإنسان إذا استخدمها في سبيل الدفاع عن نفسه مثلا بحدود الاعتدال بصير ممدوحة. إذا استخدمها خلاف الاعتدال وخلاف الحدود المطلوبة، بمعنى ثوران لأجل النفس، لأجل الذات، لأجل إرضاء النوازع الداخلية الشهوانية الحيوانية، بصير هذا الغضب يصبح غضبا مذموم. هو عادة بس يهرب الإنسان لما بيغضب يعصب، يعني بالدارج بقول أنه هذا شيء مش بإيدي، حتى يهرب من من عقابه يعني. فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان ملهم يستطيع، هو قد أفلح من زكاها. لذلك الغضب يأتي ضمن منظومة التزكية، تزكية النفس. الغضب يخرج الإنسان عن أيكم أحسن عمله، أسوأ عمل بصير. الاختبار بصير هون بشو؟ أن يعيد نفسه إلى الأحسن عمل. أحسن عمل هون ساعتها بصير أنه يقضم الغيظ، والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقدر الإنسان يسيطر على غضبه؟ ليش ما بده يقدر؟ مستحيل أن يضع الله سبحانه وتعالى في الإنسان شيء ما ولا يجعل له قدرة على السيطرة عليه. الإنسان عندما يتحكم العقل عنده يستطيع أن يسيطر على الغضب هيدا. إذا كان الله يحب المحسنين على قاعدة تفسير القرآن بالقرآن، بدنا نربطها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا يقول أنه قضم الغيظ بيخليك تصير واحد من المحسنين، بالتالي بتصير أنت بقضمك للغيظ عم تتحرك باتجاه حركة الوصول إلى الله. ضبط النفس من أهم الأمور التي أراد الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان. مجرد أنه بشهر رمضان المبارك حمل القرآن الكريم، ختم القرآن الكريم، هذه كمان بتساعد. أنا عندما أقرأ القرآن الكريم بنية الاستشفاء، بنية الاستهداء، أو خليني أقول تقويم النفس، الله بيعيني، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، الله بيعيني وبيساعدني. مش عشو مستعجل بشهر رمضان أختمه مرة؟ مستعجل لا يكسب أجر، أنه بيعرف أنه لازم نختم القرآن الكريم بالشهر. ما هو أي أفضل، اكسب أجر بعدد الآيات ولا اكسب نفسي تصبح ملائكية كما يريدها القرآن، أو تصبح على الصورة التي يريدها القرآن؟ أي أفضل؟ أنه أنا بقيت
40 سنة أقرأ القرآن الكريم وما حولت نفسي نفس قرآنية، شو استفدت؟ وهون دوركم فضيلة الشيخ بالجمعيات اللي عم تقوموا فيها أنه توصلوا لكل الناس حتى يفهموا القرآن أكثر ويتأنوا بقراءة القرآن الكريم. بعد الفاصل رح نبقى مع حافظ وقارئ للقرآن الكريم. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء عندما تكون طريقك مليئة بالعوائق وأنت مصر على خوضها، معركة هي مع ذاتك أولا ومع الحياة ثانيا، معركة زادها حافظة وكتاب. نتحدث هنا عن الحافظ لكامل القرآن الكريم والقارئ حسن تهيني. أهلا بك. أهلا بكم. كانت معركة؟ مما لا شك فيه أنه في معركة، يعني خاصة أنا لم أولد كفيفا. نعم. بل كنت مبصرا. وبعد خوضي في الحياة ما يقارب من 13 عاما فقدت بصري، وطبعا بهذا العمر بيكون الشاب بلش يتهيأ لمواجهة الحياة، للاعتماد على نفسه، للاستغناء عن الأهل، بلشت الأحلام تنمى عنده. بلحظة ما كانت الدنيا مضيئة أمامه، أصبحت الدنيا لوحة سوداء. فأكيد هي معركة بكل معنى الكلمة، معركة واجهت أول شيء مع نفسي، معركة واجهت مع تقبلي لمشكلتي، مع تقبلي لمحيطي، مع نظرة محيطي لإلي، معركة كانت كيف بدي أقدر أثبت للآخرين أنه أنا ما زلت كما كنت بل أفضل. بلا نفسك؟ الحمد لله رب العالمين. لنفسي كان موضوع مش سهل، بس الحمد لله تجاوزته. الشيء اللي صار معك هو كان دافع لحتى تنهج طريق القرآن الكريم وتكون من حملة القرآن؟ مما لا شك فيه، لأنه قبل ما كان في عندك هذا؟ لا لا، الحمد لله كنت موجود في أسرة تعتني بهذا الأمر، بالقراءة اليومية. الوالد دائما كنا نفيق على صوته وهو عم يقرأ القرآن. الحمد لله كان جو إيماني بفضل الله وكرمه. بس الصدمة اللي صارت عندي بعد الإعاقة وانزوائي عن الناس أدت إلى يعني حالة بعد عن كل المحيط، ولم أجد في هذه الفترة إلا القرآن مؤنس. يعني كان جهاز الراديو هو المؤنس الأول لإلي، وعلى القاعدة القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاستماعي الدائم للقرآن بلش يعطيني الأرضية إذا صح التعبير اللي بتزرع الراحة النفسية، لمن خلالها قدرت أثبت لنفسي ومن ثم أثبت للمجتمع أنه الحمد لله أنا ما زلت على قيد الحياة وقادر واجه الحياة، بل قادر أسير بمجال الإبداع. حالياً حضرتك بتدرس القرآن الكريم. نعم. كيف تتعامل مع طلابك؟ شو يعني، وكمان شو الطريقة الخاصة اللي قدمتها للطلاب لحتى يحفظوا القرآن الكريم؟ عندي أكثر يعني، أو إذا صح التعبير، عندي نوعين من الطلاب. عندي طلاب عندهم نفس المشكلة ونفس الإعاقة بالنظر. نعم. وعندي طلاب الحمد لله مبصرين وأسوياء وما عندهم أي مشاكل نظر. يمكن على الصعيد النفسي تعاملي مع الطلاب المكفوفين مريح أكثر نفسياً، عم بحكي لأنه بحس حالي عم خوض أنا وياهم غمار هذا البحر، نفس البحر عم خوضه أنا وياهم. يعني قادر وصل لهم الفكرة اللي أنا بدي إياها. يمكن مع المبصر بضل لا بدي، خاصة أنه المصحف الموجود بين إيدينا، مصحف المبصر، في رموز معينة يمكن مش موجودة بلغة البرايل اللي بنستعملها كمكفوفين، فبدي اعتمد على حدا يشوف لي أعرف كيف لقدر أشرح للآخرين. بيكون شوية تعاملي ككفيف مع المبصر نوعا ما أصعب،
بس هذا مش معناته انه عندي اي معوق في الاستمراريه. شو الطريقه الخاصه اللي اعتمدتها مع الطلاب بتحفيظ القران الكريم؟ بالتحفيظ كطلاب، هلا كمان في مجموعات من الطلاب، في طلاب صغار بعتمد معهم اسلوب التكرار والقراءه والاقراء، بقرا لهم وبقريهم وبصحح لهم ساعتها الاخطاء. بالنسبة للكبار يمكن يكتفى بقراءة مرة أو مرتين ثم تصحيح، بس الصغار بدهم أكثر بكثير. في فكرة جديدة هيك طلعت معك من خلال تجربتك بالحفظ حبيت تطبقها؟ يعني أنت بالأصل لما كنت عم تحفظ لقيت منا كتير الأفكار أو الأشياء اللي كانت عم تصير منا كتير ملائمة، ولكن بعد ما مشيت بهذا الطريق تبين أنه لا، فينا نعمل شيء تاني حتى نحفظ الطلاب خاصة. مما لا شك فيه انه الامام علي عليه السلام بيقول مغبون من تساوى يوماه، يعني الانسان يجب ان يكون بشكل دائم بحاله التطور. شو التطور اللي انت عملته؟ حقيقه انا بعترف انه يمكن من دخلت الى عالم الواتساب متاخر، يعني مش من زمان، يمكن من فتره 3 سنين مش اكثر. وسائل التواصل الاجتماعي. ايه صحيح، خاصه على الواتساب. كان بعدني ماشيين على تليفون المعروف لأبو لمبا. فلما دخلت على الواتساب لقيت مجالات الواتساب والوسائل التواصل واسعة وواسعة جدا. طلعت معي فكرة مبدئية بالأول بالتشاور مع تلميذتي الحافظة الدولية فاطمة يونس، إنه نعمل مجموعة على الواتساب نحفظ فيها ونتابع فيها بعض المكفوفين، كونه كلنا وخاصة وحتى فاطمة هي كفيفة. فأنا وياها نفس الطريق إذا صح التعبير. فعملنا مجموعة وبلشنا نتابع بعض المكفوفين. ما كانت كتير فعالة لأن العدد ما كان كبير من الرغبانين بهذا المجال. وسعنا الدائرة وبلشنا الحمد لله رب العالمين تتوسع الأفاق، إلى أن وصلنا صار عنا مجموعة الحمد لله رب العالمين كبيرة ومهمة، وفي قناة على اليوتيوب، عندنا كمان قناة قرآنية، والحمد لله رب العالمين شيئا فشيئا يوما بعد يوم بيصير عندنا أفكار تتجدد شيئا فشيئا. يعني إن شاء الله بنحكي أكثر عن موضوع تجربتك معك ومع فضيلة الشيخ بعد الفاصل. مع بداية فقدان خيي حسن لنظره كانت هالفترة شوي فيك تقولي فترة ضايعة، يعني فترة كان بعده عم بحاول يلاقي فيها نفسه، عم ينتقل من مرحلة لمرحلة، بعده عم بدور انه لوين هو رايح، لوين مكفي. هون بين القرآن الكريم بحياته، بلش شوي شوي يعني مثل فيك تقولي متنفس مهرب. لعب دور بهالموضوع البيئة، يعني احنا كنا ربيانين ببيت يطلب فيه القرآن الكريم، ربيانين ببيت في محل القرآن الكريم فيه. بطبيعة الحال ما كان بعد الحياة متطورة قد هلأ، ما كان في كتير تلاقي بسهولة انه قرآن مسجل او بهالسهولة كتير تقدمي وتأخري. فحسن كان بده حدا يساعده، حدا يقول له والله هالآية على الصفحة اليمين، على الصفحة الشمال، هذه بداية الصفحة. لعب دور العلاقة القوية اللي بيني وبينه، علاقة الأخوة اللي كان هو محضر لها بالعلاقة الطيبة اللي حسن بناها معنا من طفولتنا كخي كبير. ذكر جو من الروحانية اللي كتير حلو، جو من الطمأنينة، يعني مجرد ما فتت على مكان حيقام فيه تلاوة أو قراءة في جو مريح، في كنت شوف بهجة كتير كبيرة، يعني مثل فينا نقول كنت حس خي حسن مبسوط هو رايح لهالأماكن، عم بلاقي حاله. بتذكر واحدة من الأشياء اللي كتير حلوة كنا نعملها أنه نقعد ندور على تلاوات نادرة لقراء قديمة، لمثلا والله تلاوة ما بعرف عمرها 50 سنة، عمرها 20 سنة. كان مرات هيك نحط مثل برنامج انه قد ما كنا العصانين، قد ما كنا تعبرين، قد ما كنا مستعجلين، بدنا يلا بدنا نسمع كم آية، بدنا نقرأ صفحة صفحتين سوا قبل ما نطلع.
بدي اقول لاخي الشيخ حسن انه هو قد ما ممكن يفكر انه القران فاده له هو بحياته، فهو عاد انعكس علينا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. قديش فادك صوتك بحفظ القران الكريم؟ انا بؤمن بالقاعده التي تقول انه ما في صوت بشع، وهذا نص قراني بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، فما في صوت بشع، بس كل صوت بده مهذب يهذبه، يعني بدك مكتشف يكتشف لك هالصوت. لذلك اذا بنجي بنسمع للقراء الاساتذه القراء الكبار منلاقي انه طبقه الشيخ عبد الباسط يمكن ما بيقدر يؤديها مثلا الشيخ محمود البنا، الشيخ الحصري طبقه مختلفه، كله له اسلوبه، كله له روحانيته، كله له شيء بيعيش، يعني الصوت هو حاله نفسيه بيعيشها الانسان. بس ساعدك بالحفظ يعني سمعناك عم بتسمع بطريقه التجميل. يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء حليه، وحليه القران الصوت الحسن، ليس منا من لم يتغنى بالقران في روايه اخرى. فمما لا شك فيه انه يجب ان يقرا القران بصوت محبب، بصوت جميل ما ينقرا مثل القراءه العربي. تواصل في معرفه سابقه بينك وبين الشيخ عزت، ما هيك؟ سمحت الشيخ في معرفة بيني وبينه قديمة يعني ما تزيد عن 15 سنة. خبرنا فضيلتك عن الموضوع، كان في تكريم أو شيء؟ يعني الأستاذ والشيخ والخارق والعزيز والحبيب عزك الله هو من المميزين فعلا، ويمكن أن يؤخذ كمثال. احنا بصراحة كنت عم بتحدث أنا طاقم اللي له علاقة بإعداد البرامج، فقلت لهم أنه من الجيد جدا أن نأخذ الشيخ الحبيب العزيز مثال لنقدمه في برامجنا كمحفز، أنه إذا كان إنسان الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالبصر، أعطاه بصيرة، استفاد من هذه البصيرة ووصل إلى ما وصل إليه، فكيف نحن والناس العاديين اللي عندهم البصر والبصيرة، فلماذا لا يستفيدون منها؟ نحن مقصرين معه أكيد ومع غيره من القراء والأساتذة، وكان لنا شرف أنه نستضيفه أكثر من مرة ونكرمه. نحن هذا تكريم اللي عم نشوفه هلأ بأي مناسبة؟ هذا كان تكريم بالسنة الماضية على ما أذكر، أو قبل الماضية، قبل الماضية بأسبوع المبعث النبوي الشريف. بأسبوع المبعث حبينا نحن نكرم أهل القرآن. ومباشرة راح ذهننا باتجاه الشيخ حسن، لأنه هو فعلا من المميزين اللي الله سبحانه وتعالى وهبهم نعمة عظيمة. الحمد لله. من النعمة كمان اللي الله وهبه إياك كنا عم نحكي قبل شوي هو الصوت الجميل. بتحب تسمعنا أي قرآنية بصوتك؟ خدمتكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والصابرين
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. ممكن تستفيدوا من حسن بالتدريس معكم بالجمعية؟ والله حسن هو اللي هو أستاذ معكم؟ هو أستاذ و ما يقوم به من دور بالمؤسسة الذي هو فيها دور جدا مهم، ونحن حاولنا يعني معه ومع كثير من الأخوة، بس ياريت عنده وقت يعطينا إياه. يعني شو رأيك حسن؟ إن شاء الله يعني إن شاء الله عندك وقت؟ هو حقيقة الوقت عندي شبه مغلق، لأنه بمؤسستي مؤسسة الإمام الهادي للإعاقة السمعية والبصرية تقريبا عندي دوامين، دوام قبل الظهر دوام بعد الظهر، ما شاء الله. فلذلك شوي الوقت معبى، بس مما لا شك فيه انه الشيخ بيأمر، يعني اي شيء بنقدر نقوم فيه، اي خدمه ان شاء الله بنحاول نكون بخدمتهم بهذا المجال ولو بايام العطل ان شاء الله. يعني انا قبل ما اجي بس عرفت انه هو الضيف، كنت قاعد مع الفريق اللي بيعد البرامج، نحن انشأنا ملف خاص للتعليم التكنولوجي او عبر وسائل التواصل، نعم، وعم نعمل منصه لتعليم القرآن الكريم، وعم نحاول بهذه المنصة أن نستفيد بأكثر من أكثر من شخص مختصين. فقبل يعني ما صار القصة نص ساعة يعني، فكنت عم قلهم بدنا نحاول نستفيد منه للشيخ حسن، لأنه الدافعية اللي بيعملها عندما ندخله في أي برنامج من البرامج ورشي من الورش، الدافعية اللي بيعملها هي مضاعفة مضاعفة بشكل كبير. ف إذا من الآن كمان إذا هلا عم نحرجك، نحن صرنا بهذه الحالة بخدمته نحن الله يعزك. يعني قبل ما إجي أنا حكيت معه للأخوة بهذا الشكل، نعم، وقلت له أنا عندي هذه الرغبة، يعني إن شاء الله بصير في تعاون كله في مجال القرآن الكريم، لسيما هي يعني تسجيل عادة، لأنه بهذه الأيام تسجل البرامج وتقدم. نعم، هلا رح أترككم بعد قليل مع شيخ يسأل وحسن يجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. عدنا معكم مشاهدينا من جديد مع برنامج حملة القرآن الكريم. نبقى الآن مع الفقرة الأخيرة
مع الشيخ يسأل والحافظ يجيب. تفضل. السلام عليكم شيخنا العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. باعتبار القرآن الكريم هو العلاج لحالة مثل حالة الغضب، ما هي الآيات التي تنصح بحفظها وقراءتها عندما يصاب الإنسان بحالة من الغضب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بطبيعة الحال ذكر الله سبحانه وتعالى بشكل عام يورث عند الإنسان حالة من الطمأنينة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والغضب هي حالة فوران إذا صح التعبير في المشاعر، فيأتي الذكر ويهدئ من هذا الفوران. وأشرف الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرت لنا الآيات الكريمات عدة أمور مساعدة لمقاومة حالة الغضب إذا صح التعبير. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ماشي ممتاز. عذرا بس كمان بعد أي ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني مجموعة من الآيات أعطتنا قاعدة مساعدة لأن في ضبط هذا الأمر. أحسنتم. نحن في شهر رمضان المبارك، والقرآن الكريم هو شهر القرآن، شهر رمضان هو شهر القرآن. والقرآن الكريم بيّن لنا مجموعة آيات تحدد الهدف من هذا الشهر المبارك. ياريت تذكرنا بعض الآيات اللي تحدد هدف الصيام. نعم، نقرأ آية واحدة كيف يعني. نعم طيب، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. من أهم المستحبات الإنفاق والإطعام في سبيل الله سبحانه وتعالى، أيضا آية بهذا المجال لو. فالقرآن الكريم ذكر العديد من الآيات بموضوع الإنفاق، بس أكد على فكرة أنه ينفق الإنسان قبل أن يأتي عليه يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. من الموارد اللي تحدث بها القرآن الكريم عن الغضب قصة النبي يونس سلام الله تعالى عليه. يريد تذكرنا الآية المباركة والعبرة من هذه القصة. أبياء الله سبحانه وتعالى جميعهم قد غضبوا لله سبحانه وتعالى، ومن بينهم نبينا النبي يونس ابن متى عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. النبي يونس ذكره القرآن الكريم أنه قد جاء واعظا لقومه وقومه لم يستجيبوا لوعظه، فخرج من قريتهم وهو في حالة غضب لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. شيخنا العزيز، قصة النبي يونس هي غضب لله سبحانه وتعالى، لذلك ذهب مغاضبا لله سبحانه وتعالى. صحيح. في قصة أخرى وردت في القرآن الكريم غضب للشيطان جعلت قابيل يقتل أخاه هابيل. حبذا أيضا لو تذكر لنا الآية المباركة حتى تكون دائما عبرة أن الغضب يمكن أن يؤدي بالإنسان إذا ما استحكم إلى أن يقتل النفس التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وبذلك أنما قتل الناس جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم شيخ. صدق الله العلي العظيم. شكرا لك حافظ القرآن الكريم والقارئ حسن دهيني. شكرا لك فضيلة الشيخ عزت حيدر. رح أتركك بآخر الحلقة فضيلة الشيخ لنا نصيحة لنا كلنا حول القرآن الكريم حتى نكون من حملة القرآن الكريم، تفضل. يا الله. إذا كان أشراف أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم حملة القرآن، وأردنا أن نكون من أشراف أمة محمد، فعلينا أن نتخذ القرآن كتاب حياة ومنهج تكامل. وكما حقق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبر القرآن الكريم حقق نجاحا باهرا في تجربة حولت البشرية من أمة، حولت الأمة التي نزل فيها القرآن الكريم من أمة جاهلة إلى أمة هي خير أمة أخرجت للناس، علينا أن نتخذ القرآن الكريم كتاب حياة ومنهاج تكامل في حياتنا، ونستفيد من هذا الكتاب في معالجة جميع مشاكلنا الفردية والاجتماعية وعلى جميع المجالات. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.